خامسا المحاسبة على الأصول غير الملموسة. وذكرنا في ما سبق أن الأصول غير الملموسة منها ما يمكن تحديده بدقة، وأيضا هناك أصول غير ملموسة لا يمكن تحديدها بذاتها. ونتعرض أولا لكيفية المحاسبة على الأصول غير الملموسة الممكن تحديدها، وذلك مثل براءة وحقوق الاختراع، حقوق التأليف والنشر، الأسماء والعلامات التجارية، وكذلك حقوق الامتياز وتكاليف أو مصاريف التأسيس. والقاعدة العامة أن تكلفة هذه الأصول تحدد على النحو التالي: إذا تم شراؤها من الغير فالتكلفة في هذه الحالة عبارة عن ثمن الشراء زائد نفقات التسجيل والإشهار، أما إذا تم تصنيعها داخل المنشأة فالتكلفة في هذه الحالة تساوي نفقات التسجيل والإشهار فقط. النوع الثاني المحاسبة عن الأصول غير الملموسة والتي لا يمكن تحديدها بذاتها مثل شهرة المحل، وهي تعبر عن قدرة المنشأة على تحقيق الأرباح غير العادية، أي تحقيق أرباح أعلى من المعدل العادي للاستثمار، وتثبت الشهرة في الدفاتر عند شراء منشأة قائمة مثلا. وهناك طرق مختلفة لتقييم الشهرة، منها أسلوب التقويم الشامل حيث يتم تقييم الشهرة بالفرق بين سعر الشراء والقيمة السوقية لصافي الأصول، وأيضا هناك طريقة ثانية لتقويم الشهرة وهو أسلوب تقويم الأرباح الزائدة، حيث تعبر الشهرة عن الأرباح فوق العادية الزائدة عن الربح العادي.